بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستعلام عن النتيجة تقدر تخش على أي رابط من الروابط اللي موجودة تحت، ولو ما اشتغلتش هيبقى للأسباب اللي انت شايفها قدامك. ممكن يكون النتيجة لسه ما طلعتش، في ضغط على الموقع عشان كده واقف، أو في مشكلة في الموقع نفسه، أو الرابط اتغير. لو مش عارف تستعلم على النتيجة اكتب اسمك ورقم جلوسك وسيبها لي، وأنا إن شاء الله لو قدرت هجيبها لك وأكتبها لك بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا 5 حاجات: لايك وسبسكرايب مع تفعيل خاصية الجرس والشير، والأهم من ده كله إن احنا نعمل كومنت برأينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.